عقد مجلس بلدي المحرق اليوم جلسته الاعتيادية، حيث تم التوافق على عدد من المشاريع بالإضافة إلى رفع عدد من التوصيات إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للبت فيها. وجاءت المقترحات مشمولة بعدة ملفات تخص الخدمات التي من المفترض أن يتم توفيرها لأهالي المحافظة، أبرزها احتياجات المنطقة من المشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الترفيهية التي تخدم المحافظة بشكل خاص والمملكة بشكل عام. التفاصيل في التقرير التالي. التقى أعضاء مجلس بلدي المحرق في جلستهم اليوم ممثلين من وزارة الإسكان، حيث تم استعراض المشاريع الإسكانية في محافظة المحرق ونسبة الطلبات التي ستغطيها تلك المشاريع. وطالب الأعضاء مراعاة عامل الأقدمية والمناطقية. استعرضنا معهم مشاريعنا الحالية والمستقبلية في محافظة المحرق، عرضنا عليهم التوقيتات، برامج الزمنية للانتهاء من المشاريع وتسليمها للمواطنين. أكدنا لهم أن يعني اهتمامنا بالمشاريع وبتسليمها في المواعيد المتعاقد عليها، وبنبذل كل جهد إن شاء الله الوفاء بهذه المواعيد والتنسيق مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات للمشاريع هذه والوحدات السكنية بأسرع فترة ممكنة. أكدنا لهم كذلك استعدادنا احنا للتواصل مع المجلس وأعضائه. اليوم أصرينا أن تكون هناك نسبة وتناسب للمناطقية، لأن هناك بعض المناطق على أساس أن احنا ما نجح في حقهم أن ما عندهم امتداد سكاني، فإحنا ما نمانع أن هم يكونوا ويانا، بس تكون النسبة الأكبر لأصحاب المنطقة لأهالي المنطقة، فأنتمنى كان تحديد النسبة اللي المفروض تكون حق أهل المنطقة. كما ناقشنا معاهم اليوم احتياجات المواطن بخصوص بيوت الإسكان، يعني بحيث التشكيلة حق بيت الإسكان نفسه. كما توافق أعضاء المجلس على استحداث عدد من المشاريع الترفيهية والتنموية في المنطقة، أبرزها تطوير ساحل جلالي وإطلاق مشروع دوحة جلالي الذي يحتوي على المرافق الترفيهية بالإضافة إلى حديقة للأسماك. المشروع عبارة عن تطوير البحيرة اللي هي واقعة بين شارع ريه أرادوا سابقا وشارع أماج، الشارع المادي إلى جزر أماج ودخلة جلالي. فكرة المشروع تطوير البحيرة لأن تكون ممشى، نسوي فيها ممشى بالإضافة إلى إيجاد بعض المرافق الخدمية مثل المقاهي، المطاعم، بعض المراكز التجارية. وأيضا عندنا فكرة باستغلال البحيرة هذه لأن تكون حديقة أسماك. ما عندنا يعني فكرة أن نغير الأفكار التقليدية، حديقة أسماك ما عندنا في البحرين حديقة أسماك، فهي بتكون الأولى من نوعها. تطوير الواجهة السياحية في المنطقة هذه، خاصة أن جلالي تحديدا ما عندها حدائق أو ما عندها واجهات ممكن تستقطب السواح أو ممكن يعني تكون متنفس لأهل الدائرة. كما شدد أعضاء المجلس على ضرورة العمل على طرح المزيد من المشاريع التنموية والتطويرية التي ترتقي إلى طموح المواطن والمقيم، ومن شأنها أن تجعل محافظة المحرق من الوجهات السياحية في المنطقة.